نروح بقى لفريق شباب النادي الأهلي مواليد 99 اللي فاز على غزل المحلة في ملاعب الناشئين في مدينة نصر، فاز بثلاثية، كان أحرز الثلاثية فهد جمعة وإبراهيم السيد وأحمد الشامي. تعالوا نشوف مع بعض أهداف لقاء الأهلي وغزل المحلة، المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية. يعني بالرغم ان فريق شباب النادي الاهلي بيمر بنقص عدد كبير طبعا لاعبي الشباب مع كابتن ربيع ياسين في تونس، ايضا في اعارات مهمه زي عمار حمدي، زي محمد عبد المنعم، زي شادي رضوان، زي محمد فخري، زي صالح نصر، راح وادي دجله.